سوبر سويت. هاي معوضة مصمم رقصات مسرحية تقدر، بنرحب بحضرتك في القاهرة 24، أهلا بيك. كلمني عن العرض المبهر ده، وإن المسرحية كان فيها يعني عدد من الرقصات كبير ومبهر ومختلف. ثانك يو. اول شيء صراحه انا سوبر مبسوط وفخور انه انا واقف اليوم على مسرح دار الاوبرا المصريه مع 70 راقص من مختلف دول عربيه والاجنبيه، عم نأدي 7 لوحات كانوا مختلفين عن بعضهم، كل لوحه بتمثل شيء نحن عم نعيشه بال2023، يا قوه المراه او الهاشتاجز واللي هي السوشيال ميديا كيف اخترقت كل الشباب الصغار، او المعرفة الكتاب اللي نحن اشتقنا له، اشتقنا نمسك كتاب ونتعرف على قصص وحكايات كلها موجودة، على قصص وحكايات كلها موجودة بالكتب. فبهيدا الشو كنت عم خصص كل رقصة بحركة محددة، بمود محدد، بنوع رقص محدد، فبتصور كانوا مختلفين هالقد عن بعضهم. أنا سوبر هابي إنه استمتعتوا فيهم وحبيتهم. إيه اللي كان صعب بالنسبة لك في تحضير إن كل حاجة لها رقصات معينة زي المعرفة زي مصر القديمة؟ صراحة رح أكون كتير صريح معك، هي الغنية بتفرض عليك، كل غنية وكل كلمة وكل ممثل أو مطرب واقف معك بيفرض عليك شو تعطيه حركات وكيف يأدي أدائه وكيف تساعديه إنه يقدر يرقص أو يقدر يتحرك أو يقدر يمثل قدامك. فما كانوا صعبين، كانوا بالعكس ممتعين وانبسط فيهم كتير. إيه رأيك أصلاً إن المسرحية دي هتتعرض في المسرح المدرسي وهتروح لكل المدارس وكل الأطفال يشوفوها؟ I'm glad لأنه المسرحية فيها كتير معلومات مهمة، and I'm glad كمان أنه نحن 2023 يمكن نحن عايامنا جيلنا كانوا أهلنا ما يحبونا نوقف على مسرح أو كانوا يعترضوا أنه لا روحوا اشتغلوا إشياء تانية. بالعكس أنا بحب هودي الأطفال يتعلموا المسرح، يصيروا نجوم، كل واحد عنده موهبة يربيها. يمكن العلم أمرار مش بس يكون من المدرسة، العلم يكون أمرار من مسرحيات، من أغاني، من عدة أشياء. Thank you. Kelly Gzo.